موقع الشبيبة العماني تناول تصريحات لمفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، قال فيها إن عدوان الاستكبار العالمي الغاشم لن يفت في عضد الشعب اليمني المجاهد ولن يثنيه عن المضي قدما في نصرة الحق وتأييد إخوانه المؤمنين. بحسب الموقع العماني، أضاف الخليلي أن عدوان الاستكبار العالمي الغاشم على الشعب اليمني العربي الأصيل المسلم الشقيق كان له أثر على كل مؤمن يحس بما يفرضه الإيمان من الأخوة الصادقة بين المؤمنين. وفقا لموقع الشبيبة، فقد تابع مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي قائلا إن عزاءنا جميعا أن هذا لن يفت في عضد الشعب اليمني المجاهد الصادق ولن يثنيه عن المضي قدما في نصرة الحق وتأييد إخوانه المؤمنين، سائلا الله أن يحفظ اليمن الشقيق قلعة شامخة راسخة رسوخ الرواسي لا تزعزعها الخطوب ولا ترجها الأحداث.